ربك بغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولكني لم أعد أرى ثابت بن قيس منذ أيام. وربما لن تراه لأيام أيضا. لماذا؟ ما الذي حدث له؟ ثابت بن قيس حبس نفسه في منزله وأقام على الحزن والبكاء ليله ونهار. ماذا؟ نعم كما أقول لك، انقطع عن الناس جملة. لماذا؟ Как же мне с удовольствием открываю для себя вашу страну. Мне нравится слушать программы о культуре и музыке. Но самое большое впечатление на меня произвели передачи сети Славянского базара и открытка из Беларуси. Продолжайте в том же. ولا موجود في الاتفاقيات ولا موجود في المعاهدات الدولية ولا موجود في قانون استخدام منطقة الشرق. إيبا؟ لا. وفي شيء ثاني احنا نسميه adjustment disorder اللي هو ورد فعل. أوكي على حادث مؤلم. أوكي مثلا إنسان. أوكي زي ما جدت لك؟ لا طبعا. الاكتئاب مرحلة متطورة. 作为律师和讲密切关注武汉无期徒刑这一严重政治严。我愿意尽我的一切努力，如果可能的话，我愿意在此地提供帮助，也愿意成为后援团的一名成员。2020年，在广地站开创海外中国之锤运动30周年。For the very same standard, I'm challenging you to. Because if I don't hold myself to that standard, I have no business preaching to you. Let me ask you something. All of the pastors that divorced me. أو ممثل اللجنة الإدارية في جنوب السودان السيد دورنين، وهو ما زال يقول للستة في أيام هيكون في أكتوبر الجاي وفقاً للمقترح بتاع الاتحاد الأفريقي. يقول لك والله أنا ما أبغى أروح لا دوام لا دراسة، يقل الأداء الاجتماعي غير العملي والدراسي، عندك حساسية مفرطة، أي أحد يقول له أي كلمة تبي تشكك طبعا شيء من أي كلمة، لأنه يمكن يفقد الثقة في النفس. 祝大家来家族南亚族南亚台球艺术祝大家节快乐。同频相同参与团队工作的条例，尤其与大会共同主席之间在台前发表声音感言，在观众席后，铁栏杆外的有抗议人士，台前示威。Well, they may feel man and people might approve them, and it's not going to do that. Though it may appear that it's blessing them. And sometimes that's hard to do.
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله. أعزاء الدولتين يتجاور أعزاء الدولتين في الوضع النهائي. نعم نحن نطرح عليه السؤال لكن سؤال أخير السيد قبل كمان إذا ما يبغى يروح المتخصص القراءة التفسير يدخل على الناس يقرأ. هذا إذا كان هو هذا في البقية. هذا إذا مر أسبوعين علي وأنا على هالحالة المفروض إني أسوي. إيه وأنا ما عندي أي أفكار انتحارية. 群众有一次出现恐吓性言语，我们是警方派出产业中华语的警察，书面协调，将方林二次被带回警局。With a one-time gift. Or a monthly faith pledge. And for a gift or a pledge of any amount, we're going to send you a copy of The Unbreakable Covenant of Marriage. That's a book written by our host, Pastor Ray McMahon. You can donate online at Praise. ما عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قول. 19 من سبتمبر. لست منهم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا. انا والثلاثه يا اخي العزيز ما تاثر فيه عن ابن مسعود أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم